الانفجار الذي ضرب بيروت هز مشاعر العراقيين ألما وأثار قلقهم من تكرار مشهد الدمار هذا في بغداد الممتلئة بمخازن السلاح والعتاد رغم انفجارها مرات عديدة خلال هذا العام والأعوام الماضية، مخلفة أعدادا من القتلى والجرحى وأضرارا بالممتلكات العامة والخاصة. ما حصل في بيروت ليلة أمس هو قد حصل في المدن العراقية خصوصا في بغداد قبل سنتين وقبل شهرين، وهذا دليل قاطع بأن حتى النظام السياسي في العراق هو مشابه للنظام السياسي اللبناني من أزمات سياسية من أزمات مجتمعية. إذن يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظم أن يستغل ما حصل في بيروت أن يجعل السلاح تحت إدارة وزارة الدفاع أولا وثانيا ينقل خارج المدن. ربما تتشابه الوقائع السياسية والأمنية والاقتصادية بين بغداد وبيروت، خصوصا أن العراقيين قد شبهوا انفجار بيروت بالانفجارات الغامضة التي استهدفت مقر أمنية ومخازن أعتدة تابعة للحشد الشعبي وفصائل مسلحة ونسبت إلى مشاكل فنية أو سوء التخزين، الأمر الذي يطرح سؤالا، هل سينتهي الأمر عند مرفأ بيروت أم ستعبر الانفجارات إلى مرافئ أخرى يكون تفجير مفاجئا للجميع؟ انعكاساتها اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى الوضع الأمني والسياسي، حيث تسبب أضرار كبيرة وخسائر جسيمة إضافة إلى الخسائر البشرية الخسائر المادية والتي على العراق أن يتحملها. أضف إلى ذلك أن الحكومة العراقية الآن في وضع صعب. ورغم المطالبات المتكررة من قبل الشارع العراقي وبعض الجهات السياسية بضرورة إخراج مستودعات الأسلحة من المناطق السكنية، إلا أن الجهات الرسمية قد أظهرت عجزا واضحا في تنفيذ الأوامر الحكومية. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد.